في تونس، في تونس فما من الاول معناها صحافه الحقيقه وقفت معايا، جاوا عملوا معايا دي انترفيو حتى في الدار، جاوا معناها مجلات جرايد حتى اعلام، لكن في التلفزيون ما تعديتش بحكم معناها جات الثورة وجات عديد الأشياء والبرامج هذه مش موجودة. أنا سؤالي أعمق من هذا. نعم. شكون أنت، شنو إنتاجك بعد هذا الكل؟ هل أنتجت في تونس أم لا؟ أي. في تونس لا، في تونس ما زلت قاعدة نحضر، خاطر كما قلنا الثورة وقفت برشا حاجات الحقيقة، وأنا كان باش يتم تعامل مع شركات إنتاج البرا لكن ما ربي ما سهلش فيهم. إن شاء الله بروشينمون، إن شاء الله بيانتو مع ستار تونيزي اللي هي اللي قايم عليها رياض بودينار، إن شاء الله باش نعمل أغنية تونسية. أنا تواجدت بجديد، ما جيتش بلاش. يعني إنتاجت جديد؟ أكيد. شو جديد اللي عندك؟ عملت أغنية شبابية هاوس ومصرية، وعندي أغنيات تونسية اسمها جوايا كلام. جوايا كلام. والأغنية الثانية؟ عندنا هذوما إنتاجك بالطبيعة. أي أي، أغنية تونسية اسمها عامل فيا. عامل فيا؟ شكون اللي عامل فيك أصلا؟ لا ما عامل فيا حتى حاليا. باهي، شو غنيت في البرنامج التلفزيوني اللي كنا نحكيو عليه؟ شو اللي غنيت أنت؟ غنيت كل الأغاني اللي تفاعلوا معاها. غنيت طربي، غنيت جبلي، غنيت الحقيقه ما غنيتش تونسي، ما واتتش الفرصه باش نغني تونسي. غنيت في الايفال، كان عندنا امتحان مره في الجمعه نختاروا احنا اغنيه، غنيت تونسي في اما في لي برايم معناها في السهريات ما غنيتش تونسي. غنيت مصري، غنيت شي اللي غنيت مثلا غنيت ذكرى الله يرحمها، ذكرى احلم بلقاك. غنيت الاسامي، غنيت يعني انت مغرومه بذكرى، نجم نقولوا صوت ذكرى يقرب الى صوت، صوت اسماء يقرب الى صوت ذكرى. لا الله يرحمها، هي طبعا لا يقاس معناها، لا يقاس. لكن انت مغرومه بها. اي انا محبه وتغني لها اكيد ملي صغيره، مليانه صغيره ملي ذكرى موجود. اي الله يرحمها ملي ذكرى. جوايا كلام، شكون كتب كلماتها؟ حسين قسنطيني. ولحن تونسي، تونسي هو نفسه، هو اللي لحنها ووزعها. هو اللي لحن؟ اي ووزع. اي خاطر كان عندنا تعامل مع بعضنا. اسمع نجمو نسمعوها؟ نسمعوها. نسمعوها؟ جوايا كلام مع اسماء. تفضل. حاجة تخلي صوتك مقبول وانت كلام.
ناس ناس شو تعودها ها قبل ما تعودها لحظة قبل ما تعاود خليني نمشي بحذا مراد خليني ريتو الكاميرا هذيا ريتو الكاميرا هذه خليني نمشي بحذا خنهز ترى اسكو جو بو فريمون هذا هو المباشر خليني نحب نقول الكاميرا هذيا ريتوني انا قاعد ولبس كسوتي ومقدم مرتاح صراحة اما الناس هذوما نحب نقول ونحب تصفيقة كبيرة إلى كل التقنيين في قناة حنا بعد اللي بالحق راهو مجهود كبير كبير برشا كبير برشا وأنا نسيتهم قبيلة ولكن حبيت تحية من الجمهور الحاضر ونخلي أسماء تعاود الغناية اللي حبيتوها أنتوما